أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات، توقفنا بكم أحبتي في الله في الجمعة الماضية عند بعض الصفحات السوداء من تاريخ اليهود، وتحدثنا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، سواء يهود بني قينقاع أو يهود بني النضير أو يهود بني قريظة، ثم كانت آخر المحطات يهود خيبر التي فتحها علي رضي الله عنه وأرضاه، وقال حينها النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، صلوات ربي وسلامه عليه. أحبتي في الله، صفحات السوداء، صفحات اليهود السوداء لا تنتهي هنا، إنما تاريخهم كله أسود عياذا بالله تبارك وتعالى. ذني توجيب الدن اليهود خل حقد سن ذا الحرب سن خل إسلام ذا المسلمين، لا، إنما يبقون على جبلتهم، إن شر الخليقة شر من وطئت أقدامهم الثرى هؤلاء اليهود الملاعين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هؤلاء اليهود نشين تحسب يعني نشين أشد عداوة لهم، شاهمنا نخرج وشراه ضمقر تعادنا نخرجن العداوة التمقرت. نن أنهم قتلوا الأنبياء، قتلة الأنبياء، وقد حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، وتعلمون ما حدث في خيبر من تسميم النبي صلى الله عليه وسلم في كتف شهم لخيبر بعد كمشان ذي المنطقة يا تزدجن المرأة بشاسي الشات النبي صلى الله عليه وسلم بشتيش إن سمين تعنى ثانية فقالت هدية، لأنه سنبلدنا الصدقة وتتشى النبي صلى الله عليه وسلم فالناس هدية، يبديت تزيس النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه معجزة من الله سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى استنطق الشاتني الناس النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلني فإني مسمومة، وذي تتشاق ذي السم النبي عليه الصلاة والسلام تغي غريس شويت الصحابة يتوكسن تغي غريس شويت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسكوا سبد وتتمشى يرغى يزدي المرأة من اليهودية. فقال: أسممت هذه الشات؟ قد السم بالشات ثانية؟ فقالت: فكيف عرفت؟ من زيت سند الناس قيس نطقيت رب سبحانه وتعالى الناس توصش اختبرغ ما ذي النبي ملا ما روت جبوذ النبي قتمث ما لذي النبي قشيحما رب سبحانه وتعالى. استنى النبي صلى الله عليه وسلم: أن أقتلها؟ قال: لا، صلوات ربي وسلامه عليه. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ذي الكاهنس يقل حجام النبي صلى الله عليه وسلم باش يصفر هذه السموم. الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم بعض الصحابة ماتوا نال بهم هذا السم فماتوا. النبي صلى الله عليه وسلم يجي رب سبحانه وتعالى ترمي كمر الرسالة وبلغها على أكمل وجه أحبتي في الله، حتى جاءت ساعة السكرات، الساعات اللي غيتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، الساعات التي سوف يلتحق فيها بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه بعد سنين. مع ذلك يقيم الأثر من سمنس في بطنه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول حين السكرات: لازلت أجد أثر السم الذي أكلته في خيبر، آن أوان أن يقطع أبهاري. يعني ما زلت حسي السم من الشيخ في خيبر من يهودية نهارا، يعني أذيق الأبهرين وزوا يتلذي الظهر غس العلاقة القلب غيت مزق زوان للإنسان يتفارق الحياة. هان أوان أن يقطع أبهري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك ذهب كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا ويحتسب من الشهداء عند الله تبارك وتعالى، ومقام النبوة أعلى من مقام الشهادة أحبتي في الله. بيت القصيد زي الكلام ونتا بشنسا أنه حتى تغنتسب في موت رسولنا
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد سمموه في كتف شاة صلى الله عليه وسلم، فهم قتلة الأنبياء، وعلى رأسهم رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، وهم الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سحره رجل من اليهود يسمى لبيد بن الأعصم، سحره في مشط ومشاطة، يعني ثم توزي مشط من النبي صلى الله عليه وسلم، من دسيقي من الشعاد شواف من النبي صلى الله عليه وسلم، إسحاز زيس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخيل إليه أنه قد فعل الشيء مع أهله ولم يفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى رقى نفسه فشفي صلوات ربي وسلامه عليه. فهم شر الخليقة أحبتي في الله، وقد نقضوا العهود مع الله سبحانه وتعالى، ونقضوا المواثيق مع الله جل وعلا، ونقضوا العهود والمواثيق مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف يوفي اليهود للحكام والزعماء اليوم بالعهود والمواثيق؟ مرينت وخان الرب سبحانه وتعالى، خانن العهود المواثيق رب سبحانه وتعالى، خانن العهود المواثيق النبي صلى الله عليه وسلم. الوفى النهار أحبتي في الله، لا أبدا ورب الكعبة، ينسب من رب سبحانه وتعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. ينن رب سبحانه وتعالى، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا عياذا بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء القوم ملعين، لذلك غضب الله جل وعلا عليهم، وكفرهم كفر جحود وعناد. سنن أن الدين الإسلام هو الحق، سنن أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكن الجحود نسن، ذي العناد نسن، لذلك غضب الله عليهم، فهم مغضوب عليهم لأنه سنن الحق فلم يتبعوا، فغضب الله تبارك وتعالى عليهم. هكذا قم يكيدون للإسلام المكائد، ولا يملون أحبتي في الله، ولا يفترون مع أنهم على الباطل، لا يملون ولا يفترون، باش أظن صان ما هم عليه من الباطل. قمنا مني يعني يبحثون على المكان لأنفسهم من زجنة قدم الخلافة الإسلامية، وقد وصلوا وبلغوا وحققوا ما أرادوا. أكسن السلطان عبد الحميد زي الخلافة العثمانية، واستطاعوا أن يقوضوا أمره أحبتي في الله بنشر القبلية والعنصرية، حتى وصلوا إلى انتزاع الخلافة من السلطان عبد الحميد. يجت وسكن غاس يعني رؤوس الصهيونية العالمية ذي الماسونية، أنه كشان مين يخص من المال، مين تخصد من المال، كشان غبع الامتيازات في أرض فلسطين فقط، بعض الامتيازات، بعض الشبان في أرض فلسطين فقط. فكان يقول رحمة الله عليه: هذه الأرض رواء أبناؤها بدمائهم، وتنتش إلا بنفس الثمن. ثانيتا يعني انتصان دي سيمسرمن، يعني سقان هذه الأرض بدمائهم، وطرح الأرض إلا بنفس الثمن، وحرن إك السلطان عبد الحميد. ولكن هؤلاء السلاطين تشوه سيرتهم ويشوه تاريخهم. شنو السلطان عبد الحميد؟ شنو سليمان القانوني؟ جيك انتخص مسلسل يسمى حريم السلطان، مرة تشويه للتاريخ الإسلامي، تشويه قبلهم هارون الرشيد وغيرهم من رموز الإسلام. يسعى أعداء الله عز وجل أن يشوه تاريخ الإسلام البهية النيرة، ويلمع في الباطل وفي أعداء الله تبارك وتعالى. فقال حينها: إن سنهارت مزقم الإمبراطورية، إن حينها تستطع ما تقسم أرض فلسطين بغير ثمن. حقا هم انتشرت النزاعات، ذي الانشقاقات، ذي التفرق بين المسلمين، أوضن أعداء الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي ما كنتم عليه من القوة والإقبال، كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره. ما يتنازع الإنسان، ها يقع التنازع، التشتت، التفرق فيما بين المسلمين، ذكر الأمة يا ضعيفة. والدقيجة تعيش نهار أحبتي في الله، نهار مازال يعني ذين خلنا عارات الجاهلية، مازال ذين خل العصبيات،
مازال قاش كيبو يحييش كذا ريفيش كذا شبذا شكذا غاب يدق غادينغ غاجارا بين ابناء الوطن الواحد ايح جا الاوطان جا المغرب جا الجزائر جا البلدان الاخرى حدث ولا حرج عياذا بالله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم حينها نري لقمه سائغه للاعداء عن رب سبحانه وتعالى مزقنا الامبراطوريه السلطان عبد الحميد رحمه الله عليهم وحينها وقعت معاهده لوزان على يد العميل كمال اتاتورك حينما مجدوه وصوروه انه قومي قجن الصوره سقعدنت خان هذه القضيه عياذا بالله تبارك وتعالى فتسلطوا على ارض فلسطين ذي 1948 او 47 توقع الخيانه العظمى احتل ازيد 78 ذي المئه من ارض فلسطين على مسمع ومرأة من الدنيا 78 دميه من ارض فلسطين مازال نهار تفوضا ما الدور غا 67 ما الدور غا 48 هذه ارض المسلمين هذه ارض المسلمين جميعا نثني وغاسن حق في شبر واحد من ارض فلسطين لا باش لنا ونيتا كيان المحتل كيان المغتصب ولكن يخدم لنا اقا على الباطل مع ذلك اشتغل خدما شنا قنق على الحق ولكن ناقو قنق على الحق ولكن ونبتشا قنق على الحق ونخدم شا كل شيء شاف واش تجي في النس حينها في قمامه الامه غالوراء عياذا بالله تبارك وتعالى ما يمي غيخضع الارض فلسطين هذا الزفغن ما غا اليهود وغاسنشا المال وغاسنشا ماني غراحا باستطاعتهم يعني الصغن يعني اجمل منطقه في العالم الصغن اللي يسكن خاصني يبخل الغرب شان البقعه ابدا ما يمي يخضع الارض فلسطين بالضبط نهني تحكم دي العالم غاسن الأموال يتحكمون فيها ولكن ما يمخضن أرض فلسطين ذوال البيت القصيد بشن سن لأنه غاسن نثني ذي الكتب سن أنه يعني الأرض من فلسطين هي أرض الميعاد سيقع الميعاد من أرض فلسطين من غلف مزير هذا ونداء أن اليهود يقاتلوننا من منطلق عقدي ومن منطلق ديني ودبوت قتلنا نخي شبان نخي الحدود لا إنما قتال الإسلام في المسلمين من منطلق عقدي لأن العقيدة نسقار منه الدين نسقار منه ورانتي قارس مرة غادي يجندي فلسطين قاش الفردوس غاش كذا غاش كذا فيقاتلوننا من منطلق عقدي وديني لا بد خصنا نسن دوافع المعركة نهار غنجهل دوافع المعركة الأمة تهزم نهار غنتسن بود دوافع المعركة تهزم نهار من انتصن مسر من انتصن أمتغ الجهاد لله عز وجل لأجل رفع كلمة الله تبارك وتعالى فانتصروا أما مرتغ القتال لأجل القوميات العصبيات نحن مصفرق فيما بيننا أم وفقم دائما الأمة غالوراء أحبتي في الله فلا بد خصيم سرمنوا لذنثنا الدور إلى دين الله عز وجل أنظر إذا إلى هذا القرآن إجي قاخص رب سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا النبي صلى الله عليه وسلم يتشي رب سبحانه وتعالى يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب قد أمين القرآن فاجارث القرآن هارو قائل زي رمضان غير رمضان مرن غريف يمكن زي الجمعة غير الجمعة غنخشن الورد يومي القارث غنخشن الصفحة من القرآن كل يوم القارث أحبتي بالله القليل وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور زقوم الساس ربما مصحف في رمضان أقتمني خاص إخمان خاص إبعاج خاص كرشي خاص تعجاج واستعرض برخبة رجدار رمضان يجن الأمة قال قرآن زي رمضان غير رمضان تنصر يجن الأمة وتسن الكتاب الرب سبحانه وتعالى وتسن الكلام عن رب سبحانه وتعالى تنصر أبدا فلابد خصنا نسن دوافع المعركة ما يمي إذا قتالنا اليهود ما يمي غنقاتل نشينا اليهود ما يمي إن النبي صلى الله عليه وسلم ستقاتلون اليهود ما يفيد الاستمرارية يعني أم غفقم أرض المقدس أرض المقدسة أرض جهاد أم غفقم يعني في قتال بين المسلمين واليهود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها دقيقة ويتبتشا ويتبتشا دقيقة أم غفقم إلى قيام الساعة حتى ينطق الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله أم غفقم الحرب
إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أحبتي في الله، يقدر رب سبحانه وتعالى أشرت هذه الخطب في هذا الظرف الساخن وما يقع في إخواننا في أرض فلسطين. ونتمنى أن نفتتح معكم يعني خطب غير هذه، ولكن والواقع لا يسمح أحبتي في الله. نهار إخواننا في أرض فلسطين يعيشون هدنة زي 7 صباحا، تعيش نجن الهدنة مؤقتة، يعني ذي نجن الواجب تجاهنا تجاههم أحبتي في الله سفنك. أنكث من الدعاء يا رب سبحانه وتعالى، أنكتاز الدعاء ذي نجن الهدنة يا فاتحة خير، أتيري الهدنة يا ذي النصر الإخوان الأخ، أتيري الفتنة يا إجن السبب لمراجعة أنفسنا جميعا مرة. أليس نذور إلى رب إلى الله سبحانه وتعالى، أليس نتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه الدقاء أذي ساهم في نصرة إخواننا. تغننا أن عرف الأجيال النخ، أن عرف يوذن مرة أحبتي في الله سالحقيقة ين الصراع الذي يقع على الأرض المطهرة، أن عرف الأجيال النخ للأبناء النخ سالحقيقة أن اليهود الذين هم متسلطون عليها نثني يشتغلون على الأمد البعيد، تحاول ما أمكن لنصان الفساد للملهيات الشهوات ذي الأمة بشان سبعدا خدين رب سبحانه وتعالى. وهذا ما يقع نهار التفاعل إلى القضايا للمسلمين يجن التفاعل ضعيف جدا، ولكن الأزمة يا ذي المحنة يا أحيت في النفوس من جديد، يعني التفاعل الشعور أن الإنسان التعاطف ذي الحنين الشوق لما يقع لإخوانه، فيجن الفرصة مادام يحيى الشعور في القلب أن نحيى الإيمان من جديد، أنسعى إلى صعود الإيمان لأنه يزيد وينقص أحبتي في الله، أنسعى بتعريف المسلمين جميعا بقضيتنا ونصرتها ونصرتها أحبتي في الله. نهار شحال من أعداء الله عز وجل بسبب هذه المحنة يسلمون، بسبب هذه الأزمة يسلمون، شحال من واحد يسلم، شحال من واحد يخزى بالصبر نخجان الإخوان النخ طرحنا الأبناء نسند البنات نسند، مع ذلك صابرون محتسبون قد يوجبوا عادي قرب سبحانه وتعالى يسنزل ذيس نجن السكينة نجن الطمأنينة الشنخ من فقد غشن المتاع زي المتاع الدنيا غشن الأموال إنسان يتبهرون ينفقذن فلذات الأكباد فقدن أعز ما يكون فقدن الأموال نسن فقدن الديار نسن فقدن الأراضي نسن كرشي، مع ذلك تفتن صابرون محتسبون حامدون لله تبارك وتعالى. فينا مرة يعني صور أزيس نستفد نشين جميعا ممشننا لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، دقات نحول إلى خير، المحنة نحول إلى منح، نكتشف نهار الحقيقة للغرب وما يسعون إليه من حقوق الإنسان من حقوق الطفل من حقوق المرأة. نهار يتصن الأسئلة وتحديجي شخص تنجاوب، نهار وتحديجي شاشين الإنسان ما جائزة تحتفل السنة الميلادية قل كفار ملا، نهار وتحديجي شاي الجواب، نهار الواقع أفضل شهيد، نهار وزما دخي استورشان يجنخ الحضارة للغرب، نهار وزما دخي استورشان يجنخ حقوق الإنسان حقوق الطفل حقوق المرأة حقوق الحيوانات. نهار الأجوبة واضحة على أرض الواقع، نهار كل شيء توارث عيانا ما يقع. لذلك لا بد من نصرة أحبتي في الله بالدعاء بالأموال بالتعريف بشتى الطرق معذرة إلى ربنا تبارك وتعالى باش نسنق وقفة إجل إخوان أحبتي في الله، فهم أحوج ما يكونون إلينا في هذا الظرف الصعب. ولا تستهن بالدعاء أبدا من قولوا بالدعاء وجب استهانة بالدعاء، لا، إنما الدعاء سهم إذا خرج من قوس صادق أصاب أحبتي في الله. الدعاء فقط أتنصاد الإخوان النشخ الأعداء أن رب سبحانه وتعالى غزا من عتاد غزاشحة من آليات متحركة ترصد كل ما حولها، مع ذلك يتقربون إليها ويفجرونها أحبتي في الله بقدرة من؟ بقدرة الله تبارك وتعالى. أسباب فقط، سبب أبذل
اش كيجن السبب فقط رب سبحانه وتعالى اش غينصاب؟ رب سبحانه وتعالى يقرص مريم عليها السلام وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنية. تشجر امتازة انتيني زما تهزد، ما بالك يجن المرأة قتدي المخاض تلد سي جوفو ست سناس تشجر زما وزما شاء رب سبحانه وتعالى قال السبب يا مريم ساس فوس النمو شني تغيهز شمساس فوسوها ينقين الأسباب نسن أعد العدة سوجدا من غاصن توكل رب سبحانه وتعالى وزي سنتري إلا الكلمات التي توافق العقيدة أحبتي في الله من توكلهم على الله تبارك وتعالى وحسن حمدهم واسترجاعهم لله تبارك وتعالى. فلندعو معهم قلق الدعاء ولكن تطلق السجود قليل وتدعى قليل يقال اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، قليل يقال اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، قليل يقال اللهم انصر المجاهدين المرابطين في الثغور. أحبتي في الله كثفوا في الدعوات، الدعوات تقعدت إلى الله تبارك وتعالى ما نوفقش الساعة للإجابة حينها يفتح الله تبارك وتعالى على المسلمين. فنسأل الله جل وعلا أن ينصرهم. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم ثبت أقدامهم، سدد رميهم، اجمع شملهم، وحد كلمتهم على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وعافي مبتلاهم يا رب العالمين. ملك البلاد اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع